الله معكم دفوفي فرح. وعدى فترة طويلة جدا جدا على الفلوجز، وزي ما انتم شايفين اخيرا هعدل الموضوع. فاخيرا الان شوية هدوء وشوية راحة. زي ما انتم شايفين رجعت بشعر قصير جدا. عموما احنا هننطلق النهاردة في اجازة صيفية. الاجازة هتكون لاخر اخر 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 كوريا في اقصى الجنوب، اقليم اسمه تشولا او تشولادو في صعيد كوريا. الاجازة مدتها هيكون ليلتين وثلاث ايام، لكن احنا بشكل مفاجئ جدا قررنا ان هنخليها ثلاث ليالي واربع ايام. فجأة امس بالليل قررنا ان احنا ما نسافرش مرة واحدة من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، لان المسافة بعيدة جدا وحنتعب جدا. خلال ساعة ونص ان شاء الله حنكون وصلنا لمدينة اسمها كومجو، وحجزنا اوتيل اي كلام عشان بس يعني الليلة نريح فيها شوية. وتعالوا معانا نسافر، يلا بينا. احنا عمدا قررنا ان احنا نحجز في اخر اخر الدنيا. ليه؟ علشان محتاجين ان احنا نبعد عن الناس شوية. الأكل كان حلو؟ وحش الأكل؟ وحش. لا الأكل كان حلو فعلا، ومكان راقي وفاضي، ومش حاسة نفسي يعني طلعت برا سول. لا طبعا حاسة نفسي اني طلعت برا سول، لأن الطبيعة أحلى بكثير هنا. وحشي حلو. وحشي واحد بس عايز يفضل هنا ولا يتزحزح. يلا احفظوا. اهلا بكم في مدينة مدينة كونجو. هنا كونجو يا اعزائي المشاهدين. كونجو يعني اميرة اسمه ايه ده بالعربي، كونجو يعني أميرة، فمش هتنسوا الاسم. مكتب الاستعلام وكده كله على الطريقة التقليدية. هنطلع فوق هنا. تشيس. الاوتيل مش بطال يعني، هو مش موتيل ولا هوتيل، حاجه في النص كده. في كمبيوتر واحد يشتغل عليه، سويت توين بيد، قال في تسريحه، تلفزيون ضخم، الستايلر. صباح الخير. داني وعايدة خلاص صحيين من النوم الساعة 8:30 تقريبا، والآن هنستعد عشان نعمل تشيك اوت عشان نروح البحر. البحر هيكون في اقليم اسمه تشولا زي ما انا قلت. هنروح البحر. انا بروح تشولا. تشولا؟ ايوه هنروح تشولا. تشولا في البحر. بتاكلوا ايه؟
بريد. اوكي طبعا الهوتيل مش زي ما انا قلت مش بيد اند بريكفاست, بس تحت في اللوبي كان في عيش وزبده فول سوداني مع عسل مش بطال, وكوفي انا لسه شاربه كوفي. انا عايزه بوريتا. بوريتا بوريتا ده عباره عن شاي, شاي صيفي يعني زي ما يقولوا الناس بتشرب كركديه بارد في الصيف. وشو يا فضيحتنا السوداء. روح الحمام يلا بسرعه. انا عند الاسانسير. شعري مش عاجبني. مش مشكله بعدين. ده كل الحديقة, حديقة جونسون باندو الوطنية. احنا في الاحمر, في الاحمر هنا, هنا في الحتة الحمراء هنا في النص. هتطلعوا الجبل؟ ايوه ايوه. ده الطبيعي متسلقي الجبال هنا, كل الناس بتلبس كده. لا تيكسو بوبو this way. الاماكن دي احتمال يطلع خنزير بري, ايوه زي بومبا مثلا, سناجب, تعابين, عادي جدا عادي جدا. احنا وسط الغابة, ممكن يطلع لك دب كمان عادي جدا. غابة البامبو او اللي هو ده, ده ايوه اللي بياكلوا دب الباندا. دعوات, الناس كاتبة دعواتها على فوانيس, فوانيس يا عيدة, فانوس, دعواتها على البلاطة عشان ده معبد. احنا عند معبد الواحد لو عايز يكتب أماني أو دعواته على البلاطة دي فلازم يدفع $10, وهم عندهم صندوق في المعبد عشان الواحد يحط الفلوس ويمشي. وده طبعا من ضمن حاجة يعني بتبرز الأمانة في كوريا, فأي حد بيغلط وما يسيبش فلوس ده حاجة بينه وبين ربه يعني. ده اللي أمس شفناه كونغسان سونغ, الناس تحط حجرة فوق وما تطيح الحجارة الثانية, وبعدين ايه ميك ا ويش. اوه برافو. اوكي عايده ايه الوش بتاعتك؟ اوه ايش الوش؟ وش كان عايزه عروسه يعني؟ ايوه. حبه حبه داني بالراحه. اوكي عشان الناس كتير يا بابا, فوق في ناس كتير.
ابتدت الزحمة. اسمه سد. تعال نشوف كمان. خلاص قربنا من الشلال يا بابا. حلو صح؟ اثنين كيلو بعد اثنين كيلو تسلق جبال. يعني تسلق مظبوط كان. هو ده الشلال وخلاص انتهى. انا افتكرت شلال يعني عيني عينك حاجة قدامك كده، بس طلع بعيد شوية في مسافة. الساعة 12 عدت الساعة 12 الظهر تقريبا، هنضطر نرجع. انا بخاف من انا لما اتسلق جبال بخاف من طريق النزول اكتر من الطلوع. الطلوع يعني حاجة مقدور عليها، بس انا بخاف لما بنزل ركبي بتسيب، فالله يستر يعني. عموما احنا واقفين قدام الشلال، الشلال ورا الشجرة دي. شايفين المنظر؟ منظر جميل، منظر رائع. حر حر يا عالم حر. قول باي باي شلال. شلال باي باي شلال. يلا نشتري. حيناموا على طول. او احسن حاجة ان ما فيش ناس، يعني سول تحس ان عدد الناس حيهدوا اي جبل بيطلعوا عليه بسبب التجمعات، بس هنا فاضي. جميل. يلا ننزل البحر. يلا بينا يلا بينا. بالمقارنة مع بوسان والمدن الساحلية الأشهر بالسياحة وكده، ده يعتبر فاضي. يعني يوم الأحد الويكند آخر الأسبوع بالنسبة لده يعني ده لعب عيال. عايدة هنروح فين؟ البحر. البحر. حلو البحر. داني عايدة شوفوا ماما. لا It's really good, this one. قولوا صباح الخير. صباح الخير. احنا الان في شوكو هانغ. ميناء كيوكو. ميناء كيوكو هو مكان طبعا ميناء في قوارب وسفن وزي كده، بس في منطقة يعني جبل صغنن كده جنب الميناء بيظهر فيه شكل كهف زي الكهف. الكهف ده بيظهر بس لما بتكون الامواج واطية، اللي هو الان 10 صباحا. فاحنا هنروح نشوف الصخرة دي ونصورها، وبعد كده نروح نستمتع بباقي اليوم في مكان تاني. صح؟ قولوا يلا بينا. يلا بينا. من هنا بالضبط. هنا هنا هنخش هنا. خدي بالك خدي بالك. احلى شيء يوم الاثنين الصبح لما كل الناس نازله الشغل ورايحه الشغل واحنا في اجازه. ده افضل شعور. احنا مو خوافين. انا مو خوافين. اللي ورانا اللي خوافين. قال ايه؟ قال ما تجوش هنا، ما نطلعش هنا، واحنا هنستناكم تحت.
ونفوت المنظر اللي حيكون ورا الأشجار ده، لا مستحيل. المفروض احنا اخذنا لفه طويله. فين انك يا جحا؟ المفروض انك انت تقف فين؟ في الحته دي، والشخص الثاني بيصورك من جوا من تحت الكهف. وده الطابور كان فاضي، كان المفروض نتصور وبعدين نتمشى هنا، بس احنا عملنا العكس عشان ما لقيناش الكهف. زي ما انتم شايفين ده المدخل، وكان في مكان قريب جدا وفاضي جدا. انتوا شفتوا زي ما كانش فيه ناس، بس شايفينها هي دي الحركات اللي بيعملوها. فاحنا بكره الصبح مش هيكون فيه ولا اي شخص، هنتصور هنا. اوكي قررنا ناخد مركب. يلا المركب، يلا على المركب، اجروا اجروا. هاي ماجي، هاي ماجي. سكاي بلو؟ اه عشان الرمل. عشان الرملة. رملة؟ رملة؟ ليه؟ هذا ليه؟ النورة. يا بابا في البني وفي الأبيض وفي الأصفر، في كل الألوان حبيبي. اه وفي بوتيكي؟ في احلى من كده؟ في افضى من كده؟ السنة الجاية للأسف ممكن يصير زحمة هنا، بس حاليا مش مهمة لأن احنا استمتعنا الأول. احنا داخلين في جوا، شوفوا المد والجزر، البحر خف ودخل على جوا وطلع الرمل، وأنا جايبة معايا الأداة دي علشان ندور على صدف. فزي ما أنا سمعت مظبوط إن بعد غروب الشمس بيزيد عدد الصدف، وحنبتدي شغل الآن. ناو شايفين في أصداف كتير. باي، قولي باي باي عايدة. باي باي ماما. انتهى اليوم غروب الشمس. عايزة أعيش هنا.
ده مصنع ملح عايدة، هنا بيعملوا الملح شوفيه ويحطوه في العربية. شوفي ده كله ملح ماما. هنا ما نحط ايدنا ولا رجلنا في الملح لانه ده بعد كده الناس هياكلوه. وصلنا الى قرية السكك الحديد. هذا كان اتبنى من بدا من 1944 والان 2008، بس القطار توقف عن الخدمة وحاليا احنا حندخل نشوف المكان. دي ازياء المدرسة زمان في السبعينات، الناس ممكن تلبسها وبعدين تروح ايه، تروح تتصور هنا زي كده. داني حلو يا نصيب. ايش اعطوكي؟ بابو. هذا اللي كنت عايزة تشتريه صح؟ ايوه. احنا جينا هنا عشان نعمل شمعة.